ده بيكيف كده. طب هو بيقول مش عارف ايه عينه بيضة، ده كده القصد عينه بيضة؟ كلمة على ده بيقولوا عينه بيضة يعني. بص اللي حوالين النمي بيضة، هنا تلاقي بني. مين اللي بيقول ايش ايش ايش؟ لا لا ما تدوش عشان صدره، عشان صدره. لكن هناك هم ثلاث عينهم بيضة يعني ثلاث منتصر جدا ثلاث منتصر. بس عشان سيب.